الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. مبروك يا ليلى يا حبيبة قلبي، مبروك، ألف مبروك. فعلا ربنا كبير، الحمد لله. في ايه يا ليلى؟ في ان انا مش عارفة احضنك، كنت عايزة اديكي بالبوكس في وشك بس ما قدرتش. انا اول ما عرفت الخبر اكتر اتنين في الدنيا كان نفسي يعرفوا بعض ابويا هو انتي وفريدة، اقسم بالله حتى قبل حازم. وانتي لو ما كنتش عملتي كده انا كنت ممكن اذبحك. لا يا شيخ، وانا المفروض اعمل فيكي ايه دلوقت؟ اذبحك برضو؟ انا ماليش دعوه باللي انتي عملتيه في فريده، ده بينك وبينها. الحمد لله طالما جيتي هنا وسلمتي نفسك يبقى ضميرك لسه صاحي، لكن انا بتكلم عليا انا. انا ليه عملتي فيا كده؟ ليه؟ حقك عليا يا ليلى، حقك عليا يا ستي. لا حق ولا نيله، انت مش فاهمه حاجه اصلا. انت عارفه انت عملتي فيا ايه؟ انت اكدتيلي اللي انا طول عمري بحاول اكدبه لنفسي. اه والله اكدتيلي ان انا واحده غبيه وذكائي محدود وما بفهمش. اه والله انا طلعت فعلا ما بفهمش. انا كنت طول الوقت بقعد ابص عليكي كده وانتي بتتعاملي مع فريدة واقعد اقول هي ازاي مستحملها كده، هي ازاي عاملة لها خدها مداس كده، وارجع اقول لنفسي لا يا ليلى حرام عليكي، حرام. لا يمكن فعلا شيرين كويسة والدنيا لسه بخير، وكنت كل ما اشوف جدعنتك معاها احبك اكتر لحد ما صدقت ان احنا بقينا صحاب بجد. لا يا ليلى احنا صحاب بجد، والله العظيم انتي ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه، وقلت انا عمري ما شفت اطيب ولا اجدع من البني ادمه دي، والله العظيم ما تعرفي انا بحبك قد ايه. حبتيني اه جايز، بس ما وثقتيش فيا والا كنت قلتيلي. لا الموضوع مش كده خالص، والله العظيم ما كده. انا من اول يوم، انا عايزه اقول لكم، انا من اول يوم قابلت فريده في الجروب ثيرابي وانا عايزه اقول لها على كل حاجه. صدقيني انا ولا كان قصدي اخبطها، ولا كان قصدي امشي واسيبها، ولا كان قصدي اي حاجه من كل ده. كنت عاوزه اقول، كنت عاوزه اعترف لها انا فعلا جبانه، جبانه وبنت 60 كلب كمان. وهو ده اللي كان بيخليني كل يوم باجل، كل ما اجي اقول اجل، وكنت في نفس الوقت بقرب منكم وبحبكم، وده كان بيكتفني، بيخليني كل ما اجي اقول مش عارفه اقول. وكان عندي امل ان فريده تعمل العمليه وتفتح وتفرح، وساعتها اقولها على كل حاجه. والله العظيم يا ليلى هو ده اللي كان جوايا، والله والله يا ليلى صدقيني والله.